الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونتكلم. أيها الإخوة والأخوات، لا نزال إلى اليوم في قرية العجائب، وننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤصل في قلوب أصحابه بعض الأمور التي تجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة. من أعظم ما يجعل المرء سعيدا أن يرضى المرء بما قسم الله تعالى له، سواء في رزقه أو في مرضه أو في صحته أو في جاهه أو في منصبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إذن كل شيء قدر الله عز وجل وقوعه، فإذا وقع فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قد كتب الله عز وجل أنه يقع. إذن لماذا الحزن ما دام أن الله تعالى قد قدر كل ذلك؟ إبراهيم بن أدهم رأى مرة رجلا حزينا، فقال له إبراهيم بن أدهم: يا رجل، ما بالك حزين؟ قال: أنا هذه مصائب تتتابع علي، وأمور لا تزال والله تصيبني. فقال له إبراهيم بن أدهم: أنا أسألك سؤالا. قال: ما تريد؟ قال له: هل ينقص من رزقك شيء قد قدره الله لك؟ قال الرجل: لا. قال: هل يصيبك مرض لم يقدره الله لك؟ قال: لا. قال: هل أنت بحزنك هذا يزداد رزقك؟ قال: لا. قال: هل أنت بحزنك هذا تتقرب إلى ربك؟ قال: لا. قال له: فعلام الحزن إذن. نعم، علام الحزن إذن، ما دام أن الحزن لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، إذن لماذا تحزن؟ بل كن كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابك مصيبة في ولدك، مصيبة في مالك، مصيبة في جاهك، في منصبك، في صحتك، في سيارتك، في بيتك، في غير ذلك، يا أخي قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وابتسم للحياة، ولا تجعل كل شيء يجعلك تحزن حزنا شديدا حتى تصبح حزينا دائما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا لأصحابه، وكان يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بامرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا أمة الله اصبري. هذه المرأة لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، ظنت أنه رجل من عامة الناس. قالت: إليك أعني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فلما مضى أقبل عليها رجل، قال: تدري من هذا؟ قالت: من هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: سبحان الله. ثم قامت إليه صلى الله عليه وسلم ولم تجد عند بابه بوابين، لم تجد حجابا يمنعون الناس، كان صلى الله عليه وسلم ينزل للناس ويقضي حاجاتهم. قالت: يا رسول الله الآن أصبر، يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنت تؤجرين أجرا تاما لو أنك صبرت صبرا تاما أول ما وقعت المصيبة. كان هذا متمثلا في الصحابة والصحابيات. أم سليم الغميصاء رضي الله تعالى عنها تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. لما تزوجها وكان مهرها الإسلام، كان أبو طلحة كافرا، وأقبل إليها يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة مثلك والله لا يرد، لكنك رجل كافر وأنا مسلمة. قال لها: طيب تزوجيني. قالت: ما يجوز أن أتزوجك وأنت كافر، ولكن إن أسلمت يا أبا طلحة فإن هذا مهري، لا أريد منك ولا درهم واحد. قال لها: إني على دين، أنا أعبد إله، كيف أغير إلهي؟ قالت: إلهك هذا خشبة قد نبتت من الأرض ونجرها حبشي بني فلان، وتعبد خشبة أنت؟ ما تستحي وأنت رجل عاقل أن تعبد خشبة قد نبتت من الأرض؟ فلما تفكر في هذا قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تزوجها. فكانت أم سليم رضي الله تعالى عنها تربي زوجها على الإسلام الحق، وتجعله يختلط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رزقه الله تعالى منها غلاما حسنا جميلا، كان أبو طلحة يحب هذا الغلام حبا عظيما. مرض هذا الغلام يوم من الأيام بعد العصر، فلما مرض حزن أبو طلحة عليه، وجعل يضع عليه ما يضع، ويقرأ عليه، ويلمس رأسه كل قليل، وقد حزن عليه حزنا شديدا. ثم
خرج أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه المغرب ويجلس معه إلى العشاء. لما خرج اشتد المرض على هذا الغلام وأم سليم عنده حتى مات الغلام بين يديها. لما مات قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم حملت غلامها الميت، ما بكت ولا صرخت ولا شقت جيبها ولا لطمت وجهها، حملت غلامها الميت ذهبت به حتى جعلته في جهة من البيت، ثم غطته وقالت لمن حولها، قالت لا أحد منكم يخبر أبا طلحة بخبر ولده حتى أكون أنا التي أخبره. انظروا إلى الرضا بما قسم الله عز وجل. ثم أقبل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، أقبل أول ما دخل البيت قال لها ها كيف الغلام، رجل مسكين منشغل على ولده، قال كيف الغلام؟ قالت هو أسكن ما كان، الحمد لله أنا ساكن ومرتاح. فذهب لينظر إليه فأخذته، قالت أقسمت إليك ألا تنظر إليه فإنه الآن ساكن ولا أريدك أن تحركه. هو فهم ساكن يعني نائم، وهي تقصد ساكن أنه ميت. ثم جاءت وقربت له عشاءه ووضعت له الطعام فأكل وشرب وتزينت له وتطيبت، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته حتى إذا ارتاح وشبع وأصاب من امرأته قالت له يا أبا طلحة، قال ما تريدين؟ قالت أرأيت جيراننا؟ قال ما بالهم جيراننا؟ قالت أعارهم قوم عارية، يعني أعطاهم قوم آنية قد أسلفوهم إياها، ثم لما أرادوا أن يأخذوها منهم أبوا أن يعطيهم عاريتهم، قالوا لا ما نعطيكم الآنية التي قد أسلفتمونا إياها. قال أخطأوا والله، المفروض أن من أخذ من أحد شيئا ثم طلبه منه أن يرجعه إليه، فإنه لم يعد ملكه، إنما هو ملك الأول. فقالت له إذن يا أبا طلحة إن ولدك هو عارية من الله تعالى لك وقد قبضه الله تعالى إليه. فقال أبو طلحة عجبا، تركتيني حتى إذا أصبت ما أصبت، يعني أكلت وشربت وأصابتني الجنابة، ثم بعد ذلك تخبريني عن ولدي؟ لكن والله ما دام أنك صابرة والله لا تغلبيني على الصبر لأصبرن مثلك. قالت قم غسل ولدك وكفنه واخرج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. امرأة سبحان الله ثابتة، ولدها فلذة كبدها قرة عينها، ومع ذلك تصبر مثل هذا الصبر. عندها قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى الولد وقبله وحمله، ثم غسله وكفنه وصلى عليه. ثم لما جاء الفجر أقبل أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أما تعجب من أم سليم؟ قال ما خبرها؟ قال يا رسول الله كان من خبرها البارحة أن ولدها مات فغطته في جهة من البيت، ثم تركته يا رسول الله على هذا الحال حتى أصبت منها ما أصبت وتعشيت ثم أخبرتني، ثم غسلناه وكفناه وصلينا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما، بارك لهما في تلك الليلة الماضية، وكان قد أصابها في تلك الليلة. قال راوي الحديث الذي يحكي هذه القصة قال فلقد والله رأيت لهما 9 أولاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قد حفظ القرآن. انظر إلى عاقبة الصبر، لما صبرت على وفاة هذا الولد أورثها الله تعالى 9 أولاد كلهم قد حفظ القرآن. إذن يا إخواني ينبغي للمرء أن يبتسم للحياة، وكلما أصابه شيء يقول إن لله وإن إليه راجعون، يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، فإن الله تعالى إذا ابتلى العبد فرآه صابرا عوضه الله تعالى خيرا منه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصبرون مصائبهم. أنا أعلم أن المسألة قد يكون فيها نوع من الصعوبة، لكن ماذا تفعل، هذه أقدار الله تعالى تسير على المسلم والكافر وعلى الطائع والفاجر، لكن المسلم يرضى ويسلم والكافر أو الفاجر يكون حاله على غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر على المصائب واللأ وعلى تحمل الضيق والبلاء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.